بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة. ويثبتون وحي السغيان يا وح سغيا أهل السنة والجماعة وحي السغيان أن له وجها إنو الله وجه لي سبحانه وتعالى وسمعا إيا مقل وبصرا إيا أرك وعلما إيا أقون وقدرة إيا أود وقوة هي قوة يا أود وعزة هي عزة إن ولية عزة إلى سدح قيبود وعلي. أهل السنة وحي السغيان إن الله وجه لي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك نبي عليه الصلاة والسلام وحي إلى هذين أعوذ بوجهك مركز سودة يقول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وعلى أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم وعلى أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وعير هذه أهون مدهنا سهلا لبض هوري إلهي وجهك أيوه كما قال وعير أعوذ بوجهك ما قال كلا ما قال بصفة من صفات الله عز وجل وما قال قفك إلهي وما قال مرك الوجه وصفة من صفات الله عز وجل المعطلة وحيرة ذهن إلهي الله صفه ما يصفة الوجه ويبقى وجه ربك وحيرة ذهن وحلق ذات ربك وحباق نقان يا ربك ذات ديسا هذه لا تنازله أصيدا يكف السرين بلغت لغو آيات ولي وحيت سنيسا إن وجهه ويهي صفة من صفات الله صوت وحوايا في لغة العرب الوجه ذات الله ما استعماله إلا لمن له وجه إلا قف وجه إسكلمه يعني أصلها دربقا لميرا وجه الجدار دربقا وجه سلميرا محايل دربقا وجه ميو ليه وجه ملاها هذه وجه ذات الله استعماله وإن دعضا إن الله استعماله لكن مركا الله استعماله محاشر ديا قف كاسي ذات يعني وجهي سدات الله استعماله وانه اصل اهان وجه ليا ولا وحن وجه لهين عربت وجهي وما استعمالا اي ذات ولا جيل ماشي كو سو نقطه مره ويبقى وجه ربك حتى هذات ذات ربك وحي دليل اتهي ان الله هو كسفيسن صفه الوجه نبينا عليه الصلاه والسلام وحو يرادين حجابه النور مركو الله كهذا سبحانه وتعالى حجابك الله هو النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه حجابك الله سبحانه وتعالى هو النور حضو ألف فيذ لأحرقت سبحات وجهه وجه الله سبحانه وتعالى نور كسي افتين كسوح قبيا ما انتهى إليه بصره انت أرقص أرماضه ومن خلقه خلقه ساء خلقه سوء حسن أرقى على أرمان المياجرة وحول بإله وأرقى يا سبحانه وتعالى وخلقه سوء أجيلا معناه وحوى حديث مركة نماوة وذقبلها شاهدك وحوى يلا أحرقت سبحات وجهه وإثبات صفة الوجه لله عز وجل أدل ذاس إيا غير كذو فربضاً أو تصنية إن الله سبحانه وتعالى وكسي في سيها صفة الوجه أي أهل السنة قاتين الراعين أهل السنة دقن كودون وحواي الاتباع أي واسدة إن كتاب كي السنة للراع ما أهن أصحاب الرأي ما أهن ضد عقل قودة كهر مرينة يا شرع إلهي بل ودد بجوغة شرع إلهي سبحانه وتعالى وحا الله سبحانه ويسغيان الله رسوله حي سبحانه ويسغيان وحي أنفيان وأنفنيان سيد الإمام أحمد يري لا نتعدى القرآن والحديث
القرآن كي حديث كما دافين القرآن كي حديث كحقي حق الله دافين مايو الله سبحانه وتعالى يا رسول كي سنة وحي نقولها لن بلسان عربي مبين واللغة العربية واضحة وقف البو عربية أما اللغة العربية يقانا وفهمي كرو وجوا ليقانا في لغة العرب صوما الله سبحانه وتعالى في لغة العرب نقول خطابه رسول كنوا سيدا صلى الله عليه والسلام وعين يرى هذا العلماء قفكم مركو هذا إن هذا الكيس اللي فهم وايو أسبابه كينا هذا الأرق تقفكم له هذا ليه هذا الكيس أنا أعلم وحبا كفهم إن أسبابه كينا أسبابه هو حكم إذا إنه سنقف كاسي هاي قف عن فصيحة هاي فصاحة كوير سادر تذو حق قلبي سكتيرة إنه عبره وكعلوستها أما تذكو فهم سيو وعلا كوحيرا عربته وعيي بمعنى وقف عن فصيحة هاي فصاحة لأنت وحي كينيسا إن مقصود كاقي أجدد هذا اللي فهمه أرنت اللبات وأقون يرو وقف كان يوحو كهذا ليو أما أكوار رميو أقون تقول ليها الليدة تاوحي كينيسا إن وحيوات بضن أسمكو شيء كريم محايا لجهل يقال نقصان تأوكينا مدى سدح هذا هو فصاحة يرنا ما هيسو أقون درنا ما هيسو لكن وحو أولجد تلبيس يتمويه إنو قف دادك وريريو إيه إنو سنقفك وحبا أعضين إنو أبو تلقى لإن وركي سلقو وريرو ويمدة الدحاد أيكو سببك كرتئن وركي سلفهم الله سبحانه وتعالى يا رسول كيسا نبي عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس كان وقف صاحة بضموة قرآن كنا وحو كسو دقي أفصح اللغات ولغة قريش لغة عربية كو هذا اللغة وفا صاحة بضني أي قرآن كالو سودجي ماشا سوى حكا بحي فصاحة الآن الله سبحانه وتعالى يا نفتي سوى أقوم بضان يا قف أقوم بضان مياجرة مجرته نبي عليه الصلاة والسلام إذا أقوم بضان الله أو خلقك إلهي كمد مياجرة أعلم الناس بالله عز وجل ورسول الله عليه الصلاة والسلام تاسنا علم الآن مجرته الله يا رسول كيسة موحي أغتلق لأن الضمض وحي كور يران إني أشيغان مصعين وحبيانيان وعدايان إني وحدايان الله قرآن كو عقشيغ إنو يهي تبيانا لكل شيء وعقشيغ إنو قرآن كو أسود جيه ليبين لهم سددك أو قعد ما نزل إليه وحدتك بين لوسو دجيس أو قعد وحدنا القرآن كلوسو دجي أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي أتمد وادتك إن حق الله عدا إذا وح كيني كرا إن هذا الك الله هذا الك الرسول كلا فهم وياه مجران محاكينا يا مركب مركب سيف الله الشيخو إن التأويل لا أدو ما ظاهر كذا كقادتي صاو كيني كرتملهن إلا تأويليو للليحيو لرسانو ولجيدا يسانو ولجيدا ويبقى وجه ربك الوجه في لغة العرب ومعروف بلسان عربي مبين أن الله هذا لا أحرقت صبحات وجهه وجه ولا يقان ولذلك النبي ما شرحنا مره وجه ساسا على قوضا حي الوحلة وذي يقان معروف هو وغفل بو عربي اللغة العربية يقان وفهمي كرو كتابك إيه السنة وإن ظاهر كذا الوقع أصل كوا محي إن شيء أما هذا الظاهر كيس الوحيم بعض ساسا أصل أصل كاسي هذا كبه حيث ما حلق بحي كرتا دليل كاسارة أضغ بحي سواء نجير لكن بدون دليل ما بنانا إن أصل كتكتو صفة الوجه مركوا صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة لا بضوا كسو أنت وسمعا وبصرا وحكروا الليه مقل إلهي مقلك والله سوي محايا الأساس بك سبحانه وتعالى وبصرا إي أركتي يسمع ويبصر الله سبحانه وتعالى ومغليا وأنا أركايا
وسميع بصير من أسمائه وحكمه إنه يهي سميع بصير قرآن كان آذي أقبل أنتها سميع ومحي وأمد وحمغلي. ولذلك عائشة رضي الله عنها مركي سودك تقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وحيت النبي عليه الصلاة والسلام وحكولها اللي قلك أن كجر دين عيسى ما نمغل إلهي سبحانه وتعالى روحك مغلى من فوق السبع سماوات تضوض السماء كسر أي الله كما قال سبحانه وتعالى هذا الكدحمري النبي عليه الصلاة والسلام هي ناكت إنك ذك الشيء جنيس قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الله وامغلى سبحانه وتعالى أضوم ذي سن إلهي ومن أركيا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إلهي سبحانه وتعالى ومن أركي وحاء سمعني سان لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر مغلك الله وجهك الله أركتذا الله سبحانه وتعالى هي مد مخلوق شقسكم له مد مخلوق الله إضافيه ولنقصه ووح نقصه سئي لأن أنت إنسان كأعن أنت مد الله سبحانه وتعالى الله إضافينا وحمد عنته بجلاله سبحانه وتعالى وعلما الله سبحانه وتعالى نوامد إسكال علمي يا أقون أقونت الله نوامد واسعة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما إله واحد واسع نغتي شيء والبا رحمة وعلما نحريسي أقون انتبا أما علم إنسانك وعلم ير ولا يحيطون بشيء من علمه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ليس العلم كالعلم علم قون إسلام ما علم إنسانك وعلم ير علم الله سبحانه وتعالى وعلم واسعة لكن لفظه وذاقان الله هو متكو سفيسا بالعلم أدونك أقونت لنا هو متكو سفيسا بالعلم لكن لبدا العلم مثليه ميا ليس كمثله شيء وقدرة وقوة إله سبحانه وتعالى ومدعو إسكالي قدرة وقوة وعزة إي عزة العزة وحينا علماء سدح معنى الله سدح لنا القرآن كوكوتي ماذا معناها كوضوحة وعزة القوة عزة أود العزيز مرك قروة بمعنى القوي ومد أود له أود بضن هي عزة الامتناع عن مغالبة أحد عزة الامتناع عزة امتناع يديد مدى إن أحد الله كغالب نغضى سبحانه وتعالى وأنا مدى إن بضن الإمام كثير وكفسر اسم الله العزيز ومرك وفسر إن بضن وحيد هذا لا يغلبه أحد الله هو عزيز لا يغلبه أحد عد إلهي كغالب نقوم كرتاي مجرتون وحال هذا عزة الامتناع مدى سدحادنا وعزة القهري تسنيسة على اسمه القهار مقع الله القهار إنه يهمد الضوامة قصبة ويؤدو الليسيه سد حذوب إلهي وكسفيسيه سبحانه وتعالى عزة القوة عزة الامتناع عزة القهر سد حذوب الله وكسفيسيه سد حذوب قرآنك إيه السنة وكويم وكلاما أحوكر ألا ليه كلام هضل إلهي سبحانه وتعالى وحكس في سنيها صفة الكلام لا على ما يقوله أهل الزيغ ما أهم بيرسد أهل الزيغ أيليهين كما صقنا أهل صنوه سد أهل الزيغ أي قبان من المعتزلة وغيرهم معتزلة غير كود بقى. أهل بدع ومعتزلة غير كود سد أي دهيان ما أهن أرنتو ولكن كما قال تعالى لكن وسد ألا يري سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك أنزله بعلمه
وحباقي نقول وجه ربك أنزله الله وحكسه دجي بعلمه أقونتي سوى صفة العلم. وقال وحير ولا يحيطون مكوبيا بشيء شيء من علمه الله علمه سكمذا إلا بما شاء إلا وحو الله دون مويا. وقال وحير فلله العزة جميعا عزة لما أنت الله أسقنات. وقال وحير والسماء بنيناها صمدي وان لسني بأيد أي بقوة أود أيام كل سنة. المعطلة أيضا وحي أدلي شذين صفة اليد إن الغفصر بمعنى القدرة والقوة أو حير ابن عباس كفصر رضي الله عنه حقوق فصر ابن عباس اليد بمعنى القوة وحير هذه الآيات أنا تسنس ابن عباس مركو آيات فسره والسماء بنيناها بأيد وحير هذا أي بقوة وصواب ابن عباس وير سيدا رضي الله عنه. لكن بأيد ما جمع يد مياه أيد جمع يد مياه معها أيد ومصدر معها اسم يعني معها اسم عن يعني فعل على قال الله معها أوحى لك يعني من آدى يئيد أيدا هذا القواميس تكفير سنة سيدة ساكو أركيسا ما دد آدى هذا تكفير سنة تصريف كذا ساسي كينايا آدى يئيد أيدا بأيد وبقوة لكن ومن آدى أي من جمع يدمع وين أجيه سداس إنا يستحي لكن وحي أقول لك لأن تلبيس إنا ذلك حق يباد لك إسكا قدران إنا يكون قنبضان إسكا قدران من أدل الله يستح إن يد بمعنى قدر الغفة السراي. وقال على وحيري أولم يروا مويسا أغين أن الله الذي خلقهم عليه أبوري هو أشد منهم إنه أيها كو يعني كدرن يهي قوة حق أود إنه كأود بدنها مويسا أغين شاهدك وما هي هو أشد منهم قوة وصفة القوة. وقال وحير إن الله هو الرزاق إله سبحانه وتعالى ومتك إرزاق دبضا وعضو ماذا إرزاقه ذو القوة أنا صاحب كأود المتين المتين الواصفة لذو يعني ومد الصاحبة أود المتين أي أذك الله سبحانه وتعالى ومد أذك شاهدك حواء القوة القوة واصفة من صفات الله عز وجل. شيخ عمر كوحليه عقيدة أهل سنه ما أهن سيدة معتزلة أهل بدع ليهين أي واسدة الله الشيخ سبحانه وتعالى صفات كانوا لنا إله سوي سيدة الله أصغينا وآنسين معتزلة لكن صفات كما صغيان وح صفات صغيمايان جهمية والله ميت إلهي صفات صغيمايان وحانوا أدلة وخلافيان وقرب مريان لكن عقيدة السلف وحوايا إثبات ما أثبته الله عز وجل وحي إلهي السوء إلا السوء وحي رسولك السوء إلا السوء عليه الصلاة والسلام. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.